خبر سار لجماهير الأهلي قبل مباراة السوبر الإفريقي بعد حصوله على إنذارين. موقف أيمن أشرف من مباراة الترجي، موسيماني يكشف سبب استبعاد كهربا من المباريات. قرار مفاجئ من موسيماني قبل مواجهة نهضة بركان المغربي. اتحاد جنوب أفريقيا يتوعد المتجاوزين في حق موسيماني. الترجي التونسي يهاجم الحكم بكاري جسامة قبل لقاء الأهلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا من جديد في فيديو جديد وحلقة جديدة من أخبار النادي الأهلي اليوم. بداية عزيزي المشاهد، ياريت تدعمنا بلايك للفيديو والاشتراك معنا في القناة مع تفعيل زر الجرس ليصلك منا الجديد. أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس السوبر الإفريقي إقامة مباراة الأهلي أمام نهضة بركان المغربي في النسخة 29 من البطولة بحضور جماهيري بنسبة 30%. ستجمع المباراة بين فريقي النادي الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا 2020 ونهضة بركان المغربي بطل كأس الاتحاد الإفريقي الكونفدرالية 2020. تقام المباراة يوم الجمعة المقبل الموافق 28 مايو الجاري في الساعة 7 مساء بتوقيت الدوحة، 6 مساء بتوقيت القاهرة، وعلى استاد جاسم بن حمد بنادي السد الرياضي. يأتي السماح بالحضور الجماهيري بنسبة 30% تماشيا مع تعليمات وزارة الصحة العامة وفق خطة الرفع التدريجي للقيود التي تم فرضها مؤخرا في الدولة على عدة مراحل للحد من انتشار فيروس كورونا، خاصة فيما يتعلق بالفعاليات الرياضية المحلية والدولية والتي يسمح فيها بالحضور الجماهيري بنسب معينة في الأماكن المفتوحة بشرط الحصول على التطعيم. لغط كبير انتاب الكثير من جماهير النادي الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي حول موقف أيمن أشرف مدافع الفريق في حال حصوله على إنذار جريد خلال مواجهة نهضة بركان ومصيره من موقعة الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. أيمن أشرف لديه بطاقتين صفراء آخرها أمام صن داونز في المباراة الماضية. ادعى البعض بأن أيمن أشرف مهدد بالغياب عن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي في حال حصوله على الإنذار الثالث خلال مواجهة نهضة بركان. ولكن لائحة الاتحاد الإفريقي في هذا الأمر قد تغيرت، حيث باتت الإنذارات المتراكمة في دوري الأبطال لا تؤثر على موقف اللاعبين من مواجهة السوبر الإفريقي إلا في حالة واحدة. الحالة الوحيدة التي حددها الاتحاد الإفريقي بغياب لاعب عن السوبر الإفريقي هي حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في المباراة الأخيرة التي تلعب قبل مواجهة السوبر. وفي هذه الحالة فأيمن أشرف ليس مهدد بالغياب عن ذهاب الترجي إلا في حال حصوله على طرد مباشر، الأمر الذي ينطبق على جميع اللاعبين. كشفت بعض وسائل الإعلام الرياضي مفاجأة بشأن استبعاد اللاعب محمود كهربا جناح الفريق من المباريات في الفترة الأخيرة، حيث صرحت بأن بيتسو موسيماني أكد لكهربا أنه يعاني من أزمة بدنية كبيرة وهي السبب في استبعاده عن المباريات. موسيماني أبلغ اللاعب بضرورة استعادة الحالة البدنية من أجل المشاركة في المباريات في الفترة القادمة. في قرار لموسيماني قبل مواجهة السوبر الإفريقي، رفض الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة موسيماني إضافة أي لاعب من المستبعدين من مواجهة صن داونز لقائمة مباراة السوبر الإفريقي القادمة، بعدما اقترح البعض بأن يلحق مصطفى شوبير حارس المارد الأحمر بالبعثة الحمراء بعد تعافيه من فيروس كورونا، خاصة وأن طائرة النادي الأهلي سوف تهبط ترانزيت في أسوان، ولكن جهاز الأهلي فضل الإبقاء على العناصر الحالية دون تغيير. وكان قد خرج من قائمة النادي الأهلي التي توجهت لجنوب أفريقيا لملقاء صن داونز كل من مصطفى شوبير ومحمد محمود للإصابة بفيروس كورونا، بينما كريم نيرفيد ومروان محسن للإصابة وأحمد سيد عبد النبي وعبد الرحمن أشرف مانو ومحمد أشرف ومحمد حسام ميدو وأحمد نبيل كوكا لأسباب فنية. جرت مكالمة من قبل مسؤولي صن داونز مع موسيماني اليوم، حيث تحرك عدد من مسؤولي فريق صن داونز الجنوب افريقي عقب مباراة الاهلي للاعتذار الى بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي بعد الهجوم الذي تعرض له المدرب من بعض جماهير الفريق الاصفر خلال انطلاق حافلة النادي الاهلي نحو ملعب لوكاس موريبي. كشف مصدر داخل النادي الاهلي بان عدد من مسؤولي صن داونز حرصوا على الاتصال هاتفيا بموسيماني والاعتذار له عن الاساءات التي تعرض لها من جانب عدد من مشجعي الفريق، مشيرين إلى أنه ما كان يجب أن يحدث مثل هذه المضايقات، وأكدوا لموسيماني أنهم يقدرون حجم ما قدموا للفريق طوال فترة توليه القيادة الفنية، ومثل هذه الأفعال لا يجب أن تعكر العلاقة الطيبة التي تجمع الفريق وموسيماني. وقام النادي بإصدار بيان رسمي يعتذر من خلاله عما تعرض له موسيماني من إساءات، مؤكدين على اتخاذ قرارات ضد هؤلاء المشجعين.
ايضا اتحاد الكوره الجنوب افريقي اصدر بيان رسمي اكد فيه بانه لن يدع اي من التفاصيل تمر بدون بحث واضح للوصول لحقيقه الامر الذي وقع، ليؤكد الاتحاد ان ما حدث لم يهين المدرب بيتسو موسيماني فقط بل اساء لكل كره القدم في جنوب افريقيا. وتابع البيان ان البحث لن يتوقف عن المشاغبين وتوقيع اقصى العقوبات ضدهم. وشدد اتحاد الكرة في جنوب افريقيا انه لا يمكن التسامح مع مثل هذه التصرفات، وان المدير الفني بيتسو موسيماني هو سفير فخري لكرة جنوب افريقيا، وان ما حدث يجب شجبه بكل المعاني. شن نادي الترجي التونسي هجوم على الحكم الجنبي بكاري جسامة حكم مباراته ضد شباب بلوزداد الجزائري، حيث كان الترجي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب شباب بلوزداد الجزائري بركلات الترجيح. وشن نادي الترجي عبر حسابه الرسمي على تويتر هجوم شرس على الحكم بكاري جسامة، رغم كونه صاحب واقعة تعطل الفار الشهيرة بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 والتي توج فيها الترجي بانسحاب الوداد المغربي اعتراضا على إلغاء هدف له. وأشار الترجي إلى أن الحكم أغفل احتساب ركلة جزاء واضحة لصالحه لوجود لمسة يد ضد مدافع شباب بلوزداد داخل منطقة الجزاء ولم يحتسبها الحكم. كما أشار نادي الترجي إلى أن الحكم نفسه تغافل عن ركلة جزاء لسعد بقير في نهائي الوداد. يسعى الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويرغب الجهاز الفني للمارد الأحمر في تدعيم بعض المراكز التي تعاني من نقص، ومن بينها مركز الظهير الأيسر بسبب غياب علي معلول ومحمود وحيد في أغلب مباريات الموسم بسبب الإصابات. كشف مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات عن عرض لجنة التخطيط اسم كريم حافظ الظهير الأيسر لفريق ملاتيا سبور التركي على الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، والذي طلب الحصول على الوقت الكافي لحسم ملف التعاقدات بالإضافة إلى متابعة اللاعب من خلال أشرطة الفيديو قبل اتخاذ القرار النهائي. حسم مسؤول اتحاد الكرة اليوم برئاسة أحمد مجاهي صحة مشاركة لاعبي الزمالك الشباب في مباريات فريقهم، وتحديدا سيف فاروق جعفر والذي شارك في مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش بالدوري عقب انتهاء مدة إيقافه 8 مباريات. ورد مسؤول لجنة المسابقات بالجبلية على شكوى الأهلي بعدم قانونية مشاركة شباب الزمالك على خلفية عقوبة الإيقاف الموقعة عليهم لمدة 8 مباريات، حيث كان النادي الأهلي قد تقدم بشكوى ضد مشاركة سيف فاروق جعفر لاعب الزمالك أمام طلائع الجيش في الجولة 23 من الدوري الممتاز. أرسل اتحاد الكرة خطاب رسمي للأهلي حمل جملة مغتضبة للغاية دون اللجوء لسرد المواقف أو تبرير مشاركة اللاعب، بأن ما ورد في شكوى الأهلي من نصوص ولوائح يتعلق بمسابقات الناشئين والمراحل السنية وبطولات الجمهورية فقط. دي كانت أبرز الأخبار والأحداث داخل النادي الأهلي على مدار اليوم، بتمنى مشاهدين تكون أخبارنا حازت على إعجابكم. في النهاية عزيزي المشاهد ما تنساش دعمنا بلايك للفيديو والاشتراك معنا في القناة مع تفعيل زر الجرس. شكرا لكم، دمتم في أمان الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.